تعال لنرى. أيها التاجر عبد الله، اجلس بجانبي، سوف أتحدث معك في أمر. لم نلتقي منذ وقت طويل. لدي أخبار جيدة لك. توتكين مات، والسيدة جوجي ما وضعها؟ السيدة جونجاغول ماتت، وقد جعلت زوجة توتكين تتبعه إلى حيث ذهب حتى لا يبقى وحيدا. كان يجب أن تتركها، كنت سأعطيها لسنغورتكين. لقد حدث ما حدث، لا نستطيع فعل شيء. ثم ألم تكتفي من حماقة سنغورتكين بعد؟ سمعت بأن أرطغرل والأميرة أفلتا من بين يديك. إن كان أرطغرل لا يزال حياً، فهذا يعني أننا نحتاج إلى بعضنا البعض. إلى أين تذهبين؟ أخبري الأميرة أن السيدة هايمة والسيدة كوندوكتو يريدانه. سأرسل لك ولرجالك المؤونة والعتاد المطلوب. سمعت أنه لم يبقى حولك رجال كثر. سوف أرسل لك أفضل رجالي، لكن أنهي هذا الأمر، فقد جاء الآن وقت أرطغرل. واضح أنك خائف من مقابلة أرطغرل للسلطان علاء الدين. بفضلك أنت أرطغرل لن يقابل السلطان أبداً، أليس كذلك؟ جاءت الأم هايمة وجوندوغدو حضرة الأمير، فليأتيا. هيا اختبئ. امرأة حكيمة لن تترك ابنها لقمة سائغة بين يديك أبدا. أهلا بك سيدة هايمة، تفضلي اجلسي. جنودك أتوا إلى قبيلتي وبحثوا عن ولدي، وسمعت أنك عقدت العزم على قتله. مهمتي أن أفعل أي شيء من أجل تحقيق العدالة، وكل من يحاول حمايته فسيعاقب أيضا مثله. ليس لدينا شك أنك تقوم بوظيفتك حضرة الأمير، ولكنني أريدك أن تعلم بأن أخي أرطغرل ليس من الذين يتمردون على دولتهم، وأيضاً الأمير ياجيت بريء مثله. إذن لما لم يسلما نفسيهما؟ الأفضل أن نرميهما أمام الثعالب كي يأكلوهما يا أمير سعد الدين. إلزمي حدك يا أم هايمة. عندما يحين الوقت سأسلم ولدي بيدي إلى السلطان من أجل العدالة. عندما يحين الوقت، أخبريني أي وقت. أرطغرل وقبل أن ينهي أمر نويان لن يسلم نفسه لأي أحد. نويان قد قتل السيدة جوجي، والسيد توتكين أيضا يصارع الموت. ما معنى هذا الكلام؟ كيف قتلها؟ نويان خطف السيدة جوجي لينصب كميناً من أجل توتكين،
لقد أحزنني هذا الخبر، إنهما في عمر الشباب. إن شاء الله سيتحسن السيد توتكين قريبا. إن شاء الله. اعلم أيها الأمير بأن ميزان عدالة السلطان لن يقام من أجل ولدي فحسب، بل ستكون معه. إن وظيفتي هي أن أزن بميزان العدالة دائما سيدة هيمة. قبل قليل جاء سونغور تيكين إلي وقال بأنه سيقنع أرطغرل بتسليم نفسه إلى السلطان علاء الدين، فقلت لا بأس، فأنا أو السلطان علاء الدين كلانا نريد أن يحل هذا الأمر وتجد العدالة مجراها. خضنا الكثير من الحروب في سبيل الله، وقدمنا شهداء كثيرين في هذه الأرض، وسلطاننا قد كلفك بمهمة الحفاظ على النظام في هذه الأراضي، ونحن نرضى بأمر السلطان. لكن منذ أن جئت إلى هنا لم يبقى نظام ولا أمان في قبيلتي، والقبائل الأخرى كلها افترقت، وسلطاننا سيعرف هذا. اهدئي أمي، ومن بعد هذا اليوم لا ترسل أي جندي إلى قبيلتي كي لا يزعجنا ونزعجه، وسأنفذ كلامي وسأسلم ولدي بيدي إلى السلطان في أقرب وقت. وأتيت حتى أخبرك. إنها امرأة قوية، جعلت الأمير يركع. سوف تحاسب على هذا. ثم إن توتكين لا يزال حيا، ما هذا العمل نويان؟ لا داعي للقلق، فطعنتي له كانت قوية ولن يعيش للغد. اذهب إلى جنازته واذرف الدموع، وإن أردت فأقم له حدادا أيضا. كما قلت لك، إن التقى أرطغرل بالسلطان علاء الدين فلن أترك عينه ترى النوم. سأنتظر بوغاتش ورجالك، ثم سأذهب وأقتل أرطغرل. إياك أن تلعب معي ثانية سعد الدين. إذا تجرأت ولعبت معي فسوف أحاسبك ولن تنجو من يدي. هيا بالإذن الآن. ألو بيلجي. عظيم الحكماء، رجال أرطغرل قتلوه حين كانوا يهربون.